تعافي رمضان كريم. معكم رأس بريم مركزين لمشروع توزيع الوجبات الرمضانية يوميا على مدار شهر رمضان المبارك. بتم تجميع وتنظيم الوجبات الرمضانية وتوزيعها على البيوت المستورة من خلال تجميع برضو المتطوعين وتنظيمها بشكل يومي. وإن شاء الله يا رب إنه بنعدل عليكم بالصحة والسلامة. سماد هم جبارين من الحراك الشباب الفحماوة، قائمين على مشروع اسمه إفطار صائم. مندور على ناس محتاجة، منعملها وجبة غذائية اللي هي مكونة من بروتين، نشويات، هالأشياء اللي بتكفي الشخص الواحد بهاي العائلة الأشخاص الموجودة. الوجبة عبارة عن رز، فاصوليا، لبن، لحوم، جميع أنواع اللحوم، مشروب. كل يوم إحنا منطلع 650 وجبة منوزع. مندور على العائلات المحتاجة عن طريق طاقم معين، مجموعة معينة، منحضر قوائم، منحضر الاتصالات للمتطوعين السائقين، ناس ممولين احنا ما بنعرفش اسمائهم، بتواصلوا مع عمي ابو الامل، مطعم ابو الامل، ومن غير احنا بنيجي هون بنساعده ومنحضر كل اشي لازم عشان يكون مشروع ناجح ومنتظم وملان نظام. كثير مهم يبقى عندنا هيك نشاطات وهيك تطوعات بالمجتمع العربي. اول اشي، احلى اشي موجود هون انه في فئات شبابيه اعمار مختلفه، عندك صف عاشر، عندك جامعه، عندك ملانة اعمار. هالإشي بيعمل توحيد، بيعمل نتعلم من بعض، كيف نشوف بعض، كيف منشتغل، نحترم بعض. كل هالأشياء بتساعد على نمو شخصية البني آدم كشخص، كفرد معين بهاي المجموعة. توزيع مش بس بأم الفحم، بصير بكل وادي عارة، خور صقر، عرعرة، ومنص الباكة، مش يوميا بس. والكرم المجاور بشير في موسم موسمعاوي بتم توزيع الطرود عن طريق متطوعين. بيجي كل متطوع قبل الأذان بساعة ونص أو ساعتين. لكل متطوع يبقى في عائلات اللي هي ثابتة اللي كل يوم هو بوصلها.